أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم على قناتكم شوف تي في. أصفرت العمليات الأمنية الاستباقية التي باشرتها مصالح ولاية أمن الدار البيضاء تحضيرا للمباراة التي جمعت بين فريقي الوداد الرياضي البيضاوي ونادي الجيش الملكي مساء أمس الثلاثاء عن توقيف 22 شخصا من بينهم 5 قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازات شهب نارية اصطناعية وأسلحة بيضاء بدون سند مشروع وفي ظروف من شأنها تهديد أمن المواطنين وسلامة المنشآت الرياضية. وذكر بلاغ للمديرية العام للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيهم على متن 4 سيارات خاصة وبحوزتهم 21 شهابا ناريا وسكين من الحجم الكبير، علاوة على كميات كبيرة من الحجارة والقنينات الزجاجية الفارغة والعصي والأدوات الرادة التي كانوا يحاولون تسريبها إلى داخل الملعب الذي يحتضن المباراة. وعلاقة بالمباراة، فإن منطقة الهلاويين شهدت وقوع مواجهات تسببت في وفاة مشجع لفريق الجيش الملكي. لنتابع تصريح والد الضحية. أنا الأب ديالو، أنا مزيود في عام 98، مزيود في الرباط، جاي يتفرج في الماتش وخرجوا ليه الجمهور ديال البيضاوة وتكرفسوا على الولد، والسيد فرانا ودازت عليه بالرويده ديالو. عيط ليا ولدي قال لي بابا راه تقاس بسميتو بالرويده، وتقريبا شي 3 سوايع ولا 4 سوايع هو الدري كينزف من الدم ديالو، ومني جابوه المستشفى تفاجات بانه ولدي توفى. عنده 21 عام تقريبا، خدام معايا طولي. وحنا دابا يا الدري هو مرمي في مستشفى وما بغاش ديروا معنا الاجراءات، نديو الولد ديالنا نشوفوه نرحموا عليه. انا الاب ديالو، هو اللي عندي صغير وتابعه واحد اخر. كنطالب من الجماريك ورجال الامن يشدوا لي حق ولدي، ونطالب سي الحموشي يشد لي حق ولدي. صديق الضحيه كشف بدوره عن تفاصيل مثيره بخصوص هذه المواجهات التي وصفت بالخطيره. لنتابع. جايين في الطريق غادي لتيه، ما عرفناش الجمهور تعرض لينا في الطريق، خرجنا شي تيخرج من القنطره شي تيخرج من كل واحد منين تيخرجوا، بقاو تيهرسونا في الطوموبيلات خرجوا لنا بالحجر، الدراري كلاوه، المهم الدراري كلاوه بزاف، تعداو علينا تعداو لنا بزاف. واحد مرحوم راه مات، دازت عليه رويده على راسو مسكين. شي وحدين راه تقاسوا في وجههم، شي وحدين تقاسوا مساكن في راسهم، كل وحدين المهم راه تعداو علينا بزاف اليوم، تعداو لنا بزاف. هذه في لوطوروت اخويا، لا حنا ما ادينا ما والو خويا، حنا غادي باش نتفرجوا في الماتش. حنا صافي حيدنا عندنا هذيك العقليه ديال نتعداو، هذه حيدناها، ما بقاش عندنا ديك العقليه ديال تعدى على هذا وتعدى على هذا. حنا غاديين اساس باش نتفرجوا، نجوا غاديين فرحانين، بغينا نجوا فرحانين. ساعه هما خسروا لنا الفرحه، هذا الشيء اللي كاين اخويا. وهذوك الناس راه تعدوا عندنا بزاف. هذا عنده 18 سنه اخويا، هذا اللي مات مسكين، الدري هذا كان عزيز عليا عزيز عليا. واش غادي المكاتب وصافي هذا الشيء كي. الى هنا كنوصلوا مشاهدينا لنهايه خبر اليوم، الى اللقاء ودمتم في رعايه الله.